ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في اخر فيديو هسجله في الاجازه دي، الفيستي ومنبه، وبعدها بقى هرجع اسجل عادي بالوضع الطبيعي بتاعي اخيرا. فاللعبه اللي لعبها النهارده، اخر لعبه لقيتها في اتش اي او اسمها باف امباستر، اعتقد اسماعيل ومروان لعبوها قبل كده، ماشي؟ فاحنا نلعبها مع بعض، هنجربها برضو. وبسم الله، صوتها عالي قوي، وطيتها شويه في ودني. وبسم الله ابدا الجيم، وبسم الله على طول كده نبدا المنبه. اوكي، ايه بقى؟ مع ان الفيديوهات اللي فاتت المنبه فيها ما كانش شبه ملوش لازمه، بتاعت اتش اي او. يو نيد تو فايند اول ذا ميلك. هو داني هو اللي عامل اللعبة دي ولا ايه؟ اصل داني هو بتاع الملك. انا مش متابع داني بالمناسبة يعني، بس يعني جو باك، ارجع لورا. اوكي لحظة واحدة، علشان في ده فوقية معرفش ايه ده، بس موجود يعني. اوكي جو باك، جوينج باك. بسم الله. The maze always changes. المتاهة دايما بتتبدل. خد الحليب. اوكي اكسبت. اوكي كونتينيو. ليفل ايه ده؟ جينيريك ماوس باد كونكت. ايه ده؟ في ايه؟ هو في حاجه مشيت هنا ولا مشيت هنا؟ هو ده ايه ده؟ ازاز ده ولا مرايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ هو السنسيتيفيتي متعبه شويه. You can't escape. ما ينفعش تهرب. اوكي ايه ده؟ انا اتشفطت صح؟ هو في ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ هو فين الراجل؟ هو بعدين؟ طيب في سهم اهو. اوكي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. He is close. اوه ايه ده؟ اوكي مش البتاع ده كان مكسور دلوقتي؟ ملك 1 اوف 2. اوكي احنا بندور على واحدة كمان عشان نعدي مع حادي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. المشكلة ان الماوس بجد يا دي النيلة، هو ما بيمسكنيش ليه؟ انا خدت بالي من حاجة، الحيطة لو فيها حاجة اسود كده يبقى هو هيكسر. هو عمال يقول لي اقف مكانك اقف مكانك. He will find you. الملكة التانية ايه؟ أنا كسبت. ايه يا جماعة ده؟ ايه ده والله؟ اوكي. الو؟ ده ايه ده يا جماعة؟ مش فاهم. هو أنا مش عارف الصراحة اللعبة مالها؟ بس هي غريبة قوي الصراحة. هذه واحدة ملك. 1 اوف 2، اوكي. هو لسه بيجري، ده مجنون يا عم. والله ايه الجنان ده؟ heard something؟ سمعت حاجة؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. إيه دي التانية؟ هي اللعبة دي المفروض صعبة؟ أنا مش فاهم. يا عمي بقول لك ايه، بقول لكم ايه وقف هنا، هغير اللعبه. استنوا بس. اوكي انا نزلت لعبه اسمها وي ديد وات وي هاد تو دو، المفروض ان هي رعب برضو، وكملت المنبه اهو. هنكملها في الربع ساعه المتبقيه دي، لان انا مش فاهم بجد امبوستر دي غريبه قوي. وات وي هاد تو دو اسمها وات وي هاد تو دو، اللي توجب علينا نعمله. اوكي 1944 ماشي. بنسجل او بنسجل ايه ده؟ pick up rope، pick up lighter. ايه ده؟ pick up gas. ايه ده؟ what؟ طب انا هحط ده ازاي؟ none of us wanted to burn it but someone had to. ايه ده؟ ده واحد ميت هنا. طب استنى نرش عليه بنزين الاول. اوكي هنحرقها ولا ايه؟ بعدين ولاعة. ايه ده؟ مش فاهم. nothing to shoot at. الجثة. there should be. ايه ده؟ this should be enough. tree will recover. it always has. what؟ بتقول ايه يا ابني انت؟
طب ازاي احط ال ازاي احط الحبل ده في الشجرة؟ مش فاهم، لان واضح ان انا المفروض احطه فوق هنا. اوكي اوكي حطينا الحبل في الشجرة. بيقول حاسس ان الشجرة بتعيط، على الاقل الموضوع ده هينتهي قريب. الشجرة بتعيط ايه؟ نعلق الجثة ولا ايه؟ علقت الجثة. اوكي بعدين ناخد الجازورين ونرش. اعتقد ولا ايه؟ بعدين ناخد الولاعة ونولع. انا ولعت في حاجة، ولعت في الشجرة. اوكي اوكي there is nothing to shoot at. طب انا ليه عملت كده في الشجرة؟ مش فاهم. انا ركبت العربية، العربية مسروقة. 1945. الو ايه ده؟ ازاي؟ بيقول حاسس ان العقدة دي كأنها عين بتعاقبني او بتحاسبني. ده ايه الجنان ده؟ اوكي ناخد الجازولين تاني. It withstood one barrier, it will survive another. هو بيقول اصلا الشجرة انا عملت فيها كده قبل كده وهتستحمل ان اعمل فيها كده تاني. يعني هو عارف هو بيعمل ايه. اوكي وادي الدنيا اتحرقت تاني اهي. اكويب مفيش برضه حاجة اضربها عشان امسك السلاح. في يا اخوانا برنت سكرين بقى عشان ايه؟ يبقى عندنا سكرين شوت. ما اعرفش معناها كده استخدم البو... وهرمنا تاني بالعربية. العربية دي مسروقة على فكرة، يعني دي مش عربيتنا، دي عربية مسروقة. 1946 بعدها بعد يعني سنة كمان عدت. ما ينفعش امشي، لازم يبقى خلاص الأول شغلانة اللي ورايا. فتاني الحبل مش عارف ايه اللفة اللي احنا قاعدين فيها دي. حط الحبل هنا. اوكي لفينا الحبل، ناخد الجثة. ايه كده بيقول ايه؟ My back no longer hurts from climbing up the tree. I know. بيقول انا عارف ازاي اطلع الشجرة من غير ما اوجع ظهري خلاص. اوكي بيقول لها انا خلاص ظبطت كده عشان تنفجري او عشان اولع فيك. يعني ناخد الولاعة ونولع فيها للسنة التالتة. التالتة طبعا على التوالي. اوكي لغاية دلوقتي مفيش حاجة بتحصل، يعني المفروض لعبة رعب، بس لغاية دلوقتي نفس الحاجة بتحصل كل شوية، بس هو بيغير كلامه بس. فخلاص نمشي. مشينا تاني 1947 ولا ايه؟ 47. اللي حاسس ان الجو مختلف شويه. الجو مختلف. ايه ده؟ هو عكس الحاجه، هي نفس الشجره بس هو حاطط الحاجه بالعكس. اشمعنى المره دي حطها بالعكس؟ ايه ده؟ المره دي بيقول المشنقه مبسوطه او مبتسمه. اول مره يقول كده. يعني كان الاول بيقول حزينه بعدين بيقول بتحاسب. الأصوات دي بيقول ادينا شو كويس او give us a good show. يعني هو الجثة ما كانتش ميتة؟ burn baby burn. ده بيغني يا جماعة، ده مبقاش فارق معاه اللي هو بيعمله ده. اوكي اللي في الجثة مش ميت. حضر ايه ده؟ ايه ده والله؟ بجد ايه ده؟ يا جماعة انا تعبت، انا محتاج اخد اجازة. احنا هنخلص الفيديو ده على هنا عشان فيديوهات القناة دي بقت
تجيب كوابيس الفترة الأخيرة من ألعاب اتش اي او دي. فخلينا بقى ايه نوقف هنا التسجيلة دي، وبعد كده نبقى نرجع بقى ان شاء الله بعدها للتلت ساعة والنص ساعة المعتادة حسب بقى نقرر هنكمل ازاي، لأن حاسس التلت ساعة كانت كويسة. بس بجد اللعبة دي كانت غريبة أوي، واللعبة اللي قبلها كانت غريبة أوي. يا جماعة I love you all، شوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله، و سلامة بستوية.